أتأكد من أن المتحدث القادم هو شخص يتحدث عن إسلينتون منذ وقت طويل. وهناك يتحدث باسم الشباب والكبار والكاهليين والنساء والرجال وكل مواطني إسلينتون. أقدم لكم سعادة جون كوربين، جيرمي كوربين، السلام عليكم. اشكركم جميعا على هذه الدعوه الكريمه في هذا المساء والخبر الجيد ان معي ست دقائق كحد اقصى ربما اقل من ذلك اربع دقائق ما هي الساعه التي ترتديها اذا امامي او معي خمس دقائق وبشكل سريع ومقتضب اقول انني اتيت الى هذا المسجد منذ مرات عدة جئت في أوقات الشدة وفي أوقات الرخاء وفي أيام صعبة وأيام جيدة، وهذا المسجد مسجد رائع وهو يمثل الجميع وهو يرحب بالجميع، وأعتقد أن هذا إنجاز إنجاز كبير، وزميلي قام بعمل رائع في إظهار القيادة الحقيقية والجليلة. لهذا المركز وعندما تعرض هذا المسجد للهجوم كما حدث في شهر ديسمبر الماضي عندما ألقي على هذا المسجد قنبله ناريه ولحسن الحظ لم يتضرر المسجد ولم تحدث اي اصابات الامر المذهل انه بعد ايام من قليله أكثر من ألف شخص احتشدوا خارج المسجد ليعبروا عن تضامنهم ودعمهم ومعظم هؤلاء لم يكونوا من المسلمين كانوا يمثلون المسيحيين واليهود واليهود والبوذيين والهندوس وغيرهم وأظهروا تضامنهم وأشاروا أن هذا المسجد هو جزء أصيل من مجتمعنا وكذلك ساهم المسجد في مناسبة عدة وأنا وإيميلي أتينا إلى المسجد لنعبر عن تضامننا ودعمنا أمس في المنطقة وفي ذكرى وفاة أو بسبب الحادث الذي تعرض له جوكوكس وما أدى إلى وفاتها و اشيد بمن تحدث في تلك المناسبه ما نشهده من تعصب وتحيز واستهداف للاديان والعقائد والصور التي شهدناها للاجئين السوريين اليائسين على شواطئ اليونان والمتوسط وهذا كان نذير خطر استغله البعض لنشر التعصب والكراهيه نعم جو كوكس قتلت يوم الخميس وكان هنالك حفلا لتابينها في مركز المدينه وصدم الناس تماما لما حدث لان مقتلها يعد مقتلا لهذه المراه الشابه ومقتل للديمقراطيه ومن يمثلها وهذا يعد ايضا هجوما على ديمقراطيتنا وعلى مجتمعنا والرد على ذلك ليس الاختفاء والابتعاد بل هو تضافر الجهود والوقوف صفا واحدا يجب الا نعتبر اللاجئون السوريون مصدر تهديد لننظر اليهم كبشر كبشر مثلنا يواجهون اوقات صعبه ويحاولون الوصول الي بر الامان ويقدمون مساهمات جليله للمجتمعات التي يعيشون فيها جو كوكس لطالما دعمت اللاجئين لاننا نعرف ان الكراهيه لا يمكن ان تبني بيتا ولا تعلم طفلا بل التوحد والتعاضد هو الذي يحقق كل هذه الامور لذلك كثير منا حزينون لمقتل جو كوكس وانا اتوقع وكاثرين ويست ليست موجوده لانها انتخبت الى مع جو كوكس وهي متألمه جدا وحزينه جدا ونحن نقدم تعازينا لكل محبيها واليوم هو يوم احتفاء 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 واحتفال بمدى قوه هذا التجمع وما يمثله هذا المسجد اشكركم مره اخرى على دعوتكم وما لقيته من هذا المسجد ولسنوات طويله اذا ما يمكن ان نعمل هو معا لبناء اواصر الموده والصداقه